بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة هذا الأسبوع موقف النهج الأموي من الخروج على الحاكم الظالم. مشاهدينا الكرام، أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. في البدء، هل لديكم كلمة تمهيدية قبل الدخول بالمباحث؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أقدم تعازي الحارة إلى أسر الشهداء أو جميع الشهداء الذين سقطوا لأجل حريتي وكرامتي وعزة هذه الأمة، وقالوا كلمة حق أمام سلطان جائر. ولا فرق أن يقع هذا الشهيد في تونس أو في مصر أو في اليمن أو في البحرين أو في العراق أو في أي بلد آخر كليبيا في مثل هذه الأيام. هؤلاء جميعا قاموا لأجل حرية الأمة، قاموا لأجل كرامة الأمة، قاموا لأجل الخروج عن ولاية هؤلاء الذين واقعا صاروا ذيولا لغيرهم، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذا. أما الأمر التمهيدي أو الكلمة التمهيدية التي أريد أن أشير إليها في هذه الليلة، ولا أستطيع أن أفصل الكلام في هذه الكلمة وفي هذه الحقيقة، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه بشكل واضح وصريح في سورة الحديد الآية 25 من سورة الحديد، قال تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني أساسا هدف وغاية جميع النبوات وجميع الأنبياء والمرسلين وهدف جميع الكتب السماوية التي نزلت حتى يقام العدل في حياة الناس. التفتوا جيدا، والعجيب أن الآية المباركة قالت وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لماذا؟ أحسنتم، يعني يستعمل من هنا ويستعمل من هناك. نعم. وأنزلنا الحديد، لابد أن يستعمل الحديد واقعا لإقامة ماذا؟ لإقامة العدل. ولكن هذه الحكومات الظالمة البائسة الفاشلة استعملت الحديد لأجل ماذا؟ القمع. لا لأجل إقامة العدل، بل لأجل ديمومة الباطل والظلم والانتهاك في لحرمات الناس في أمتهم وفي مجتمعاتهم وشعوبهم. على أي الأحوال، الآية صريحة وواضحة تبين لنا بأن الهدف الأصلي من إرسال الرسل وبيان الكتب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولذا نجد بأن القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح في سورة المائدة، يقول بأنه أساسا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لماذا؟ لأنه في مقابل العدل ماذا يوجد؟ الظلم. يوجد الظلم. قال تعالى ومن لم يحكم، الآية 45 من سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال في الآية 47 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
فاسقون. أحسنت، وقال الكافرون في موضع آخر. الكفر له معنى آخر الآن أنا ما أشرت إليه لأنه له حساب آخر. نعم. جيد، من هنا تجد القرآن الكريم عندما جاء إلى الأئمة إلى الحكام إلى ولاة الأمر قسمهم إلى صنفين. نعم. إلى قسمين. الصنف الأول قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك قال في سورة الأنبياء الآية 73 من سورة الأنبياء الآية واضحة وصريحة في هذا المجال، قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هؤلاء هم أئمة الحق، هؤلاء هم أئمة العدل. ولكنه في المقابل عندما يأتي إلى أئمة الجور انظر ماذا يقول القرآن في سورة القصص الآية 41 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الآية 40. ثم قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذن صريح القرآن الكريم قسم الأئمة إلى ماذا؟ إلى صنفين، إلى قسمين، أئمة حق وأئمة ماذا؟ جور. وأئمة جور وأئمة يدعون إلى النار. بتعبير آخر أئمة يدعون إلى الجنة. نعم. وأئمة طبعا عندما يدعون إلى الجنة يعني مو يعظون الناس وإنما فعالهم سيرتهم. نعم. سلوكهم نظامهم سياستهم إدارتهم أمانتهم كلها تدعو ماذا؟ الناس تدعو على دين إلى العدل. أحسنتم. نعم. وفي المقابل أولئك يدعون إلى النار. ولذا نجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح في سورة هود الآية 13 من سورة هود أشارت إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. قالت لنا في الآية 113 قال تعالى في الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذن هنا نهي صريح في القرآن الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن أوضح مصاديق الركون إلى الظالم تأييد هذا الظالم، من أوضح مصاديق الركون إلى الظالم أن نغطي له ونؤسس له شرعيا نقول لا يجوز الخروج ماذا عليه. وأي مصداق أوضح من هذا المصداق أن المؤسسة أو المؤسسات الدينية تغطي ماذا؟ تغطي للظالمين، تغطي للفاسقين، تغطي للفاجرين، تغطي للمستأثرين ونحو ذلك. هذا هو الأمر الأول. إذن الأصل الأول أعزائي وبيودي أن البحث هذا على يكون على ذكر من الإخوة حتى عندما ندخل البحث هذه القضية تكون واضحة ما هو الأصل القرآني في هذا المجال. نعم. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه في هذه المقدمة وهو أن النهج الأموي في الحكم، التفتوا لي جيدا أعزائي وسأدلل على ذلك، أن النهج الأموي في الحكم يقوم على أساس أنه تجب طاعة الحاكم حتى لو كان فاجرا فاسقا مستأثرا بمال المسلمين شاربا للخمر ولو كان من أفسق عباد الله ولو فعل ما فعل من المعاصي بل حتى أنه تجب طاعته حتى لو باع ماذا؟ حتى لو باع الأمة كلها، يعني جعل الأمة وثقافة الأمة ودين الأمة رهنا ماذا؟ رهنا لأعداء الأمة، مع ذلك ماذا؟ تجب طاعته ولا يجوز الخروج. نعم، إلا في مورد واحد كما أشاروا إليه على خجل واستحياء إلا إذا صدر منه كفر بواح كفر ظاهر. نعم. ثبت بالقرآن، وإن كان هذا المعنى أيضا ناقش فيه البعض كما ستأتي الإشارة إليه. نعم. إذن هذا هو بحثنا في هذه الليلة. أحسنت، صار الله سمح. طيب انتهت مقدمتكم. نعم. نعم، حياكم الله.
طيب إذن سمح السيد، قد يقول قائل هل لدى سمح السيد نصوص صريحة تثبت هذا الادعاء الذي قاله؟ أحسنتم. نعم. يعني واقعا هل توجد نصوص قيل أنها عن رسول الله تقول تجب طاعة الحاكم فعل ما فعل؟ قد البعض يستغرب يقول واقعا أنه توجد مثل هذه النصوص. في الواقع في هذه الليلة سوف لن أقرأ نصوص إلا من أهم صحيحين عند المسلمين، وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. انظروا ماذا يقول. واقعا أحاول قدر ما يمكن أن لا أعلق طويلا، وإنما أقرأ النصوص الواردة في هذا المجال. المورد الأول أعزائي ما ورد في كتاب صحيح البخاري بطبعة المكتبة السلفية، وهي الجزء الرابع من هذه الطبعة تحت عنوان كتاب الفتن، الحديث 7052. الرواية هذه، قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم سترون بعدي أثرة. أحسن. استئثار 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 بأي شيء؟ استئثار بالسلطة، استبداد ديكتاتورية، استئثار بأموال المسلمين، أن يحرم مستحق المسلمين وفقراء المسلمين من أموالهم، استئثار بكل شيء، لأنه هذه مطلقة. سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. لماذا تنكرونها؟ لأنه على خلاف القرآن وعلى خلاف السنة وهدي رسوله صلى الله عليه وآله. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، ماذا نفعل؟ قال أدوا إليهم حقهم. ما هو حقهم؟ ما هو حق الوالي على الرعية؟ هو الطاعة، فلا بد أن يطيعوا، ولكن وسلوا الله حقكم، يعني اذهبوا إلى البيت في صلاة الليل وأرفعوا أيديكم بالدعاء. أما الظالم الحاكم ماذا يفعل؟ ماذا يعصي؟ ماذا يفسق؟ ماذا يفجر؟ فلكم الحق أن تقولوا أبداً شيئا أبداً أو لا تقولوا. نعم، هنا يتعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله، لا ما أريد أدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر دكتور، واقعا ولا الباب أوسع من هذا. نعم. بل الجهاد مولانا ليس في بلي. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كره من أميره شيئا فليصبر. طبعا إذا كره أمرا شخصيا لا معنى لأن اختلاف شخصي في الأذواق، هذا كره منه ماذا؟ ما يتعلق بأمور الدين، ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالمعاصي بالفجور. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يعني بمجرد أن ترفع يدك عن السلطان ولو كان جائرا فاسقا ومت ميتة ماذا؟ مت ميتة جاهلية. التفتوا إلى الرواية. رواية أخرى قال الرواية سمعت ابن عباس عن النبي يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواية أخرى فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن صريح هذه الروايات تقول أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاجر الفاسق أو لا يجوز، صريحة هذه. أصرح من هذه الروايات أعزائي ما ورد في صحيح مسلم، أصرح مما ورد في صحيح البخاري. نعم. ما ورد في صحيح مسلم روايات متعددة، أنا أقف عند بعضها. الرواية الأولى أعزائي قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول، أولا أحسنتم، صحيح مسلم أيضا الشيخ مسلم حققه وخرج أحاديثه، بودي أن المشاهد يرى، صحيح مسلم حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ مسلم بن محمود بن عثمان السلفي الأثري إلى آخره.
في المجلد أعزائي الثالث صفحة 393 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. الرواية طويلة الذيل. الرواية سمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. هسه هم يحاولون أن يقولون مو السلاطين، لا، رواية ظاهرة في هذا كما يقول في الحاشية أيضا. يقول من أجابهم إليها قذفوه، فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، إلى آخره. هاي رواية. الرواية الأخرى وهي من أوضح الروايات وأعجب وأغرب الروايات الموجودة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم. الرواية عن حذيفة بن اليمان، طبعا أنا في اعتقادي أن هذه كلها من روايات وعاظ السلاطين ومن وضاعي الروايات في عهد من؟ في عهد الأمويين، في عهد معاوية، لأن هو الذي أراد أن يؤسس لهذه الحقيقة. الرواية قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هم ماذا؟ أئمة. نعم. حكام على الناس. أحسنت. ولاة الأمر. ها. نعم. أولو الأمر. نعم. يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لا فقط أنهم منافقون، بل ماذا؟ شياطين. بل شياطين الإنس هؤلاء، مو شياطين ماذا؟ الجن. شياطين الجن، كتعلمون أن القرآن يقول أن الشياطين شياطين الإنس، هؤلاء شياطين الإنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ التفت جيدا أعزائي، شوفوا هذا المنطق الأموي والذي تجدونه الآن في كثير من الحكام في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير هذا كان إمام ظلم وإن ضرب ظهرك. لا إله. يعني وإن شكلوا وزارات الأمن والمخابرات والاستخبارات وغيرها وعذبوا الأمة والشعوب، ماذا؟ ما عذبوا، يجب عليك ماذا؟ أن تطيع. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طبعا مراد من مال مو المال الشخصي فقط، وإنما مال الأمة، مال الشعوب، بيت المال، الأموال العامة. فاسمع وأطع. هذا هو المنطق الذي يريد هؤلاء أن يسيروا الأمة. ولذا تجدون واقعا أن الأمة بحمد الله تعالى ومنته أن الأمة الآن نهضت في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. الآن بفطرتها السليمة عرفت أن الحق ليس مع مثل هذه النصوص البائسة التي ينقلونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. واقعا كيف يمكن أن ينسجم أن الذي جاء بقرآن للناس لإقامة العدل في حياة الناس وقال ولا تركوا
فامتحنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومع ذلك يقول اسمع واطع لكل ظالم فاجر فاسق ونحو ذلك. يقول يستنون بغير السنة، إذا ما حرمت السنة عندهم سماحة دكتور؟ نعم. سلسلة أفكاري تنقطع. طيب تفضل. قال تسمع وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقعا ما ذكره الدكتور جدا مهم، وهو أنه إذا لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي ونحو ذلك، إذا ما قيمة السنة؟ لماذا الله أمرنا؟ ولكن أنا الآن تسلسل أفكاري أريد أن أحفظها. قال تسمع وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وكذلك نجد هذا المعنى بشكل واضح وصريح ورد في صفحة 401 من المجلد الثالث، باب خيار الأئمة وشرارهم، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، التفتوا، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، التفتوا، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا الذي يظهر من خلال الاحتجاجات والتظاهرات. التظاهرات ماذا يريدون أن تقول الأمة؟ الشعوب لحكامها ولسلاطينها ولأمرائها ولملوكها تريد أن تقول نحن رضينا عنكم أو ساخطون عليكم، نحن نقبلكم أو نلعنكم. هؤلاء هم شرار الأئمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ مراد من السيف مو الخروج بالقوة المسلحة وبالسلاح، لا أبدا، ننابذهم بالسيف يعني أن نخرج عليهم في المظاهرات والاحتجاجات وغيرها وغيرها حتى نعلمهم أننا نرفضهم وأننا نلعنهم وأننا لا نقبلهم وأننا نبغضهم. فقال لا يجوز لكم أن تخرجوا عليهم أبدا، وإن كانوا شرار الأئمة، وإن كانوا ظلمة، وإن كانوا فسقة، وإن كانوا مستأثرين بالمال العام، وإن كانوا يسرقون المليارات ولا يصل منها إلى شعوبهم شيء. وأنا أتصور الآن الأمة في على بينة في كل هذه الدول التي أشرت إليها، سواء كان في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو في العراق أو في غيرها، تجد أن المليارات تقال في الميزانية العامة ولكنه لا يجد لها أثرا، تلك الشعوب لا تجد لها أثرا. وبعد ذلك عندما يسقطون يتضح أن هذه المليارات أين كانت وفي أي البنوك وفي أي المؤسسات وكيف سرقت وكيف استؤثر بهذا المال العام. التفتوا جيدا. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني بحسب الظاهر وإن كانت قلوبهم قلوب الشياطين يظهرون ويصلون صلاة الجمعة، ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا الذي قلت بأنه أساسا أن النهج الأموي أسس لهذه الحقيقة، وهو أنه نعم اعترض ولكن بشرط أن تطيع، نعم فلتكن مظاهرات سلمية وبإذن من السلطة. أي منطق هذا؟ إذا المنطق الديمقراطي، المنطق الديمقراطي لا يستأذنون السلطة وإنما يخبر السلطة لتحميهم. إذا أنتم نظامكم، أنتم اللي تدعون في الأنظمة اللي تدعي أنها ديمقراطية، في النظام الديمقراطي لا يستأذن أحد في الخروج في التظاهرة. نعم لابد أن يحفظ النظام العام، يخبر الدولة حتى أن الدولة تهيئ له إمكانات الحماية ونحو ذلك. وإلا إذا كانت متوقف على إذن السلطة، والسلطة مولانا أي وقت تشاء تسمح وأي وقت لا تشاء ماذا؟ لا تسمح بذلك. إذن لا يتحقق الغرض من الاعتراض والاحتجاج ونحو ذلك. إذن أعزائي هذه الروايات واضحة وصريحة تؤسس لهذا النهج، وهو أن الحاكم بشرط أن يقول كلقلقة لسان
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يعفيه عن أي شيء آخر، يعفيه عن المعاصي، يعفيه عن السرقة، يعفيه عن الاستئثار، يعفيه عن كل شيء. لماذا يعفيه؟ لأنه بمجرد أنه، وهذا هو الأساس الذي أراده من؟ نعم. أراده معاوية، ولبعد ذلك بني نعم. أمية، وبعد ذلك بني العباس ونحو ذلك. وهذا الذي نحن نجده الآن نعم. في كثير من السلاطين والحكام والأمراء والملوك، أنهم يفعلون ما يريدون حتى ولو باعوا ثقافة الأمة، دين الأمة، تراث الأمة، مال الأمة، بل باعوا بلدانهم لأعداء الأمة، أيضا لا يجوز الخروج. نعم. وأنتم وجدتم بشكل واضح وصريح أن المؤسسات الدينية ماذا كان موقفها في مثل هذه المجالات. طيب، نذهب إلى فاصل سمح سيد ثم المشاهدين الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ومرحبا بسماح سيد. مرحبا بكم سماح سيد، واصلوا حديثكم. نعم الله. حياكم الله، تفضل واصلوا الحديث. في الواقع بأنه هذا هو النهج الذي بناه المنطق الأموي، هذا هو النهج، وابن تيمية بنى على هذا النهج، وأتباع ابن تيمية أيضا بنوا على هذا النهج. نعم. لم يفارقوا هذا النهج على الإطلاق. أنا مضطر أن أقول للمخرج أنه هذا مكان الأخ العزيز مو هنا، أنا حتى لأنه أنا ماذا أرى الشاشة اللي أمامي. نعم طيب، نرجو من الأخ المخرج أن يتحول قليلا. نعم. المهم عندي أنه هذا النهج هو الذي بنى عليه ابن تيمية لهذه الروايات التي نعتقد أنها بهذه الطريقة. نعم. أين قال ذلك هذا المعنى؟ هو أنه عندما نأتي إلى منهاج السنة، منهاج السنة في نقض كلام الشيعة وكلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، هنا في هذا الكتاب الجزء الأول، أعزائي بعد لا أطيل على الأعزاء، الجزء الأول صفحة 72 بهذه الطبعة التي هي 4 مجلدات، وكذلك الطبعة 8 مجلدات، الجزء الأول صفحة 116، ففي صحيح مسلم ويقرأ الرواية كاملة، وكذلك في صفحة 73 ويقرأ الروايات، وهكذا يتبين أنه يقول أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور، وإنما إلى آخره إلى آخره. وكذلك هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في صفحات 346، قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، إلى أن يقول عن النبي: من ولي وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا أضعف الإيمان والله. لا 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 أبدا. وهل يستطيع أحد أن ينكر؟ فمباشرة مولانا يذهب إلى السجون ما تحت الأرض. وهل يستطيع أحد أن ينكر على الناس معاصيهم؟ طبعا عندما نقول معاصيهم والمعاصي الشخصية، يعني أن يفتحوا سفارات أعداء الإسلام في بلدانهم، عندما يفتحون السفارة هل يمكن له أن يخالف؟ عندما يبيعوا نفط البلد بسعر دون سعره لأعداء الأمة هل يمكنه أن يعترض ولو لسانا؟ لا يحق له ذلك. يقال هذه هي السياسة العامة. القضية هؤلاء يخلطون بين المعاصي الشخصية وبين ماذا؟ وبين الأمور المرتبطة بسياسة الدولة وإدارة البلد. إذن ابن تيمية بشكل واضح وصريح يؤكد على هذا النهج الأموي والمنطق الأموي في أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، على الحاكم الجائر الفاسق بأي نعم. شكل من الأشكال، إلا إذا صدر منه كفر بواح. طيب، صار واضحا سماح السيد. هل وافق أعلام الوهابية المعاصرون على هذا النهج أم خالفوه؟ أحسنتم. هذه قضية. قد يقول لنا قائل: سيدنا، هذا الكلام أنت تقوله ولا يوجد في علماء المسلمين في عصورنا من يؤيد هذا النهج. الواقع لو كان الأمر كذلك لما عرضت لهذا البحث، وإنما أنا عرضت لهذا البحث حتى يتضح أن علماء الوهابية أتباع ابن تيمية، يعني المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية،
ستجدون ما هي كلمات أعلامهم. أنا لا علاقة لي ببعض متكلميهم ووعاظهم وأئمة جمعتهم وجماعاتهم بدأوا يتكلمون. هذا الذي تقولونه في إدانة رؤساء مصر بن علي أو ليبيا هذا خلاف مبنى علمائكم، يظهر أنكم واقعا لا تعرفون حتى مباني علمائكم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. انظروا ماذا يقول هؤلاء الأعلام الذين عاصرناهم جميعا، يعني في عصرنا هذا. المورد الأول أعزائي ما ورد في كتاب اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية. طبعا الشرح لشيخ الإسلام الأصل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشرح لصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تحقيق وعناية عادل بن محمد مرسي رفاعي، الجزء الثاني دار العاصمة للنشر والتوزيع. هذه في اللآلئ البهية، أشير أيضا إلى الطبعة حتى يتضح للمشاهد الكريم، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة، المملكة العربية السعودية دار العاصمة. في هذا الكتاب أعزائي في المجلد الثاني من الكتاب هذه عباراته، التفتوا جيدا وإن كانت عبارات طويلة. النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يطبقونه على من ولي الأمر، حتى لو كان بانقلاب عسكري، حتى لو كان بقتل الناس، حتى لو كان بالظلم، حتى لو كان بالفجور، حتى لو كان بالخيانة، حتى لو كان بالاتفاق مع أعداء الأمة. يقول: وكما ثبت في الصحيح أن النبي قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والله شيء غريب، كان رسول الله والله لا اسمحوا لي دكتور، قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. التفتوا جيدا، يعني أي أمير كان حتى لو أمركم بكل شيء فلا بد ماذا من إطاعته ولا تجوز مخالفته. إلى أن يقول: وثبت عنه أيضا قال أهل السنة. التفتوا ما يقوله آل الشيخ، يعني صالح معالي الشيخ، صالح آل الشيخ، انظر ماذا يقول. يقول: قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فمن رأى من أميره شيئا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل المبتدعة، يعني صار الحاكم ماذا؟ من أهل البدعة، فإنه يجب عليه الصبر ولا يجوز نزع اليد من الطاعة. هذا منطقه، هذا 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 الذي يدعون انه منطق رسول الله ونهج رسول الله ونهج القرآن. هذه سنة وبينكم وبين الله، هي هذه سنة رسول الله؟ لو هذه سنة الشيطان، هذه سنة الأباطرة، هذه سنة الملوك، هذه السنة التي جاء القرآن ورسول الله حتى يقف امامها. التفتوا، يقول: أو الاعتقادات المخالفة، يعني لا يكفي أنه يكون أنه فاسقا فاجرا في الأعمال والأقوال، بل حتى لو كان مبتدعا في العقائد أيضا تجب ماذا؟ تجب طاعته، وهي طاعة لرسول الله وينسبوها إلى رسول الله. واللطيف يقول بأنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يعني ماذا أعز؟ التفتوا، يعني كل هؤلاء الذين خرجوا على حاكم مصر وماتوا ميتة ماذا؟ جاهلية. ماتوا ميتة جاهلية. كل هذا خطابي موجه إلى المسلمين جميعا، ها، كل المسلمين. من خرج على هؤلاء السلاطين والملوك والحكام والأمراء والرؤساء يلزم أن يكونوا كلهم ماتوا ميتة
جاهلية، لا أنهم شهداء الحق، شهداء الحرية، شهداء الكرامة، شهداء العزة لأجل الإسلام ولأجل شعوبهم وبلدانهم وأوطانهم. على أي الأحوال، قال: وذلك كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس. أنا لا أعلم أنكم أنتم تعتقدون أن الإمام أحمد يعني معصومون. متى كان الإمام أحمد قوله أو فعله أو تقريره ماذا؟ حجة عليكم. نعم أنتم تقولون مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. لماذا تعتبرون أنه حجة؟ لو كنا نقول هذا اقبلوا من عنده أن صحابيا كالحسين خرج على يزيد، لماذا تقولون أنه أخطأ وشق عصا المسلمين؟ والله عجيب هذا المنطق. لماذا أولئك الذين خرجوا على علي قلتم ما قلتم؟ لماذا؟ شيء غريب. وجهتم لهم، لماذا توجهون لمن خرج في الجمل؟ لماذا توجهون لمن خرج في صفين؟ لماذا توجهون لهم؟ ولماذا تعتذرون لهم؟ أنتم تقولون هكذا. إلا أن تقبلوا كما قال أخي العزيز الدكتور سالم يقول: قلت إلا أن تقولوا أن عليا صار له كفر ماذا؟ بواح. كفر بواح. إلا أن تدعوا هذا المعنى فشرعوا خروج معاوية وغيره. قال: فإنه أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل المبتدعة فإنه يجب عليه الصبر ولا يجوز يزع اليد من الطاعة. ما الدليل؟ وذلك كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس. التفتوا بهذا التصريح الخطير والاعتراف المهم، مع ولاة بني العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة. يعني بني العباس كانوا ماذا؟ كانوا أشرار. عجيب والله. مع ابن حنبل أشرار، أما مع العلويين مع أنهم كانوا في شر مقالة. إلى أن يقول: ولما قيل، وقوله من رأى من أميره شيئا، على أي أحوال، بل قال النبي في ولي الأمر الجائر، في ولي الأمر الجائر الظالم، ومو مراد جائر وظالم لأمور شخصية، لا 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 أبدا، لبلده، لشعبه، لأمته، لأموالهم، في ولي الأمر الجائر: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، كما قرأنا في صحيح مسلم. وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام، وذلك إلى آخره. هذا هو الأول. إذن أعزائي، هذا أحد الأعلام المعاصرين للوهابية، انظر هذه نظريته. المورد الثاني ما ورد أعزائي في السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المحقق العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان دار بن الجوزي. انظروا ماذا يقول هذا الإنسان في صفحة 501 من الكتاب. يقول: المسلمون لا بد لهم من إمام، وليس من شرط الإمام أن يكون تقيا برا من خيارهم، بل قد يكون ظالما وقد يكون فاجرا، وهو إمام يأتمون به. التفتوا جيدا. هسه قد يأتي بعض العوام منهم ويقول: وهذا موجود في نهج البلاغة أنه لا بد للناس من إمام بر أو فاجر. نعم، إذا كان فاجرا ولم يقم العدل لا بد من الخروج عليه، وأنتم تقولون يتجب الطاعة له. لا طاعة المخلوق. أحسنتم. نعم، الإمام ده يشير إلى قضية اجتماعية، يقول أن الأمة، أن الشعب وأن الأمم لا يخلو من حاكم، لا من حاكم. نعم. ولكن الحاكم إذا كان برا وتقيا يعمل بالطاعات فبها، أما إذا عصى الله وخان الأمة وسرق فلا بد للأمة ماذا؟ طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ومع ذلك لا يجوز الخروج عليه وإن كان فاجرا، ولا تجوز معصيته، إلى آخره. جيد. طبعا هنا يقول: ما دام أنه يأمر بما هو شرع بل تجب طاعته واتباعه وإن ظلم وإن منع الحق. لا إله إلا الله، هذا الإسلام العظيم جاء بهذه. والله هذا المنطق، هذا الإسلام الذي يريدون أن يبشرون به العالم، البشرية، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، هذا منطقه. هذا الذي يريد يقول، يعني كأنك تريد أن تقول للعالم غير المسلم، تقول: أيها الناس، نحن نؤمن بنظرية في الحكم أن الحاكم يفعل ما يريد، فقط يتلفظ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عند ذلك لا يجوز
يجوز الخروج عليه، ومن خرج عليه مات ميتة جاهلية. هذا هو المنطق البائس الذي أراده هؤلاء، هذه المؤسسات الدينية البائسة، هذا المنطق الذي بناه، أسس له معاوية ونظر له ابن تيمية، وهؤلاء بمليارات الدولارات حاولوا الآن بمؤسساتهم في كل العالم أن ينشروا. ولكن أرجع وأقول بحمد الله تعالى أن الأمة نهضت، أن الأمة عرفت الحقيقة وعرفوا، لهذا أسقطوا هذه النظرية، لا فقط الشباب أسقطوا هذه النظرية أبدا، وإنما علماء المسلمين بحمد الله تعالى. الآن أنت تجد بشكل واضح علماء الأزهر وشيخ الأزهر مشكورا يصدر بيانية ويؤيد الشعب الليبي، وكذلك الآن مشكورا يؤيد الشعب المصري، وكذلك كبار علماء اليمن. نحن نجد أنهم الآن بدأوا أن يصطفوا إلى جانب ماذا؟ إلى جانب شعوبهم، إلى جانب جماهيرهم. واقعا هذه الحقيقة. المورد الثالث، نعم، من الموارد الأخرى أيضا ما ورد في كتابي الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية تأليف عبد العزيز الراجحي، الجزء الثاني، دار التوحيد للنشر، الرياض. أيضا أشير إلى الطبعة حتى الأعزة أهل العلم وأهل التحقيق إذا أرادوا المراجعة، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة، دار التوحيد إلى آخره، يقول بأنه فهرس مكتبة الملك إلى آخره. في هذا الكتاب أعزائي الجزء الثاني من الكتاب في صفحة 20، التفتوا إلى العبارة ولا أطيل، قال: فإذن فأهل السنة والجماعة، وهذا واقعا أنا أقول بأنه لا، ليس أهل السنة، هذا رأيهم، بدليل هذه الآن كبار علمائهم المعاصرين وجدناهم أنهم ماذا؟ أنهم لم يقبلوا بحمد الله تعالى، اتضح بطلان وفشل هذه النظرية البائسة. فأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. إذا عصى وفجر، أرجع وأقول مو مراد من المعاصي يعني المعاصي الشخصية، بل حتى لو باعوا البلاد للصهاينة، وأنتم تعلمون جيدا، وفتحوا السفارات فيها، أيضا يجوز الخروج أو لا يجوز الخروج؟ لا يجوز. بل حتى لو باعوا نفط الأمة وثروات الأمة بثلث قيمتها وربع قيمتها، لمن؟ لأعداء الأمة، وأجاعوا المسلمين. بل حتى لو أجاعوا المسلمين وسرقوا مئات المليارات ووضعوها في المؤسسات الغربية ووضعوها في البنوك الغربية حتى لا تخسر وحتى لا تفلس، لأنتم تعلمون الآن الأزمة العالمية الموجودة في أمريكا وأوروبا وغيرها، لولا هذه المئات من المليارات أو التريليونات الموجودة لهؤلاء الحكام والأمراء والملوك وغيرهم، كبارهم صغارهم أقزامهم غيرهم، واقعا اطمئنوا أن تلك البنوك والمؤسسات كانت قد سقطت من زمان، ولكن شعوبهم تموت جوعا لأجل هؤلاء، ومع ذلك يجوز الخروج عليهم أو لا يجوز. بل حتى لو باعوا هذه الأمم، باعوا حضارتها، تراثها، دينها، ثقافتها، إلى غير ذلك. هذا هو منطق ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من الوهابيين تبعا لمعاوية والنهج الأموي. ومن أولئك أيضا ما ورد، ومن تلك المصادر ما ورد في كتاب الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية، طبعا أصلها الشرح للإمام القاضي عز الدمشقي، تعليق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، وهو من أعلام المعاصرين، خرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، الجزء الرابع، دار الصميعي، للنشر والتوزيع. بودي أن أشير أيضا إلى الطبعة الموجودة حتى يراجعها الأعزة، الطبعة الأولى سنة 1431 من الهجرة، المجلد الرابع أعزائي، في صفحة 20 من الكتاب. العبارات طويلة، أنا أقرأ بعضها. يتضمن هذا الكلام وهذه الآية وهذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وولاة أمورهم الذين ولاهم الله عليهم. أنا لا أعلم، يعني واقعا الله ولا يزيدا على الأمة؟ الله ولا معاوية؟ وأنتم لا تقبلون بنظرية النص، تقولون بالانتخاب، كيف الله ولاهم؟
يعني الله ولى الحجاج على الأمة، يعني الله ولى هؤلاء الطغاة على الأمة، يعني هؤلاء الذين الآن يقتلون شعوبهم ويهددون بالحرب الأهلية ويسرقون، هؤلاء الله ولاهم على هذه الأمة. هذا منطقكم، هذا منطق ابن تيمية، هذا منطق الوهابية، هذا منطق النهج الأموي. قال الذين ولاهم الله عليهم، التفت، والذين جعل الله تعالى لهم يدا وسلطانا. تبين خلص. إلى الآن ما أدري كيف نوفق بين أنهم يرفضون نظرية النص الإلهي، نعم. يقولون لم ينصوا حتى على علي وأهل بيته، ومن جهة أخرى يقولون ماذا؟ الله ولا ماذا؟ أمثال معاوية ويزيد والحجاج وبني هنا تعطل الشورى، شورى لا قيمة لها. الله ولاهم. قال والذين جعل الله تعالى لهم يدا وسلطانا يتولون بذلك أمور المسلمين، فصار لهم ملك ولهم سلطة، فيجب على رعيتهم أن يطيعوهم. خلاص وجوب شرعي. بلي، وإذا فارقتهم خالفتهم تذهبوا ماذا؟ يعني في الدنيا تعيش البؤس والجوع والحرمان والذلة وكل شيء تسلب عن، حتى حقوق البهائم لا تعطى لكم، وحقوق الأنعام لا تعطى لكم، هذا في الدنيا، وفي الآخرة إذا خرجتم عليكم فمصيركم إلى ماذا؟ إلى جاهلية وإلى نار جهنم. هذا هو المنطق الذي أسسها له هؤلاء، وهو الذي يسير عليه الآن كثير من الحكام في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. طبعا لا يفرق، يكون في علم المشاهد. أنا عندما دا أنقد لا أنقد فقط الواقع السني، يعني نحن أيضا إذا ابتلينا بالعراق بمثل هذا المنطق أيضا ننقده كما ننقد هذه الظاهرة، لا فرق بالنسبة إلينا، لأن هذا نهج سواء كان هنا أو كان هناك. قال فيجب على رعيتهم أن يطيعوهم، ولا يجوز الخروج عليهم ونبذ بيعتهم ونقضها إلى آخره، وتكفيرهم وحث الناس على الخروج عليهم. لا نحن لا نكفر أحد، ولكن نقول ظالم فاسق فاجر لا بد ماذا؟ أن تقطع يده. نعم. ولو التفتوا إلى العبارة، هاي العبارة عجيب واقعا، عالم معاصر يعيش في القرن العشرين ويقول هذا الكلام. ولو عملوا ما عملوا من قسوة أو شدة أو ما أشبه ذلك، يعني ولو كانت دولهم دول ماذا؟ بوليسية، دول استبدادية، دول ظالمة يقتل فيها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف في السجون السرية وفي السجون غير السرية وفي تحت الأرض، ويعذبون أشد أنواع العذاب، مع ذلك يجوز لك الخروج وأن تخلع يد الطاعة أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. هذا تنفير للناس من الإسلام والله في الواقع. هذا قضاء على الإسلام. والله لو يطلع الآخرون، يعني المثقفون، أهل الفكر، النخب الفكرية الدينية، حتى المسلمين فضلا عن غير المسلمين، نعم، يقولون أي دين هذا؟ يقول دين آخر، نعم. ولذا تجد أنه أساسا هو بعد ذلك يصرح يقول وعلى هذا الأساس نحن نخطئ ونقول بأن خروج الحسين كان خطأ. ولهذا يقول وكذلك أيضا لما تمت البيعة ليزيد في الشام، الله ولا بعد، بلي بيعة إلهية هذه، فيكون خروج الحسين عليها ماذا؟ فتنة وخطأ، ولا ينبغي الخروج على ولاة الأمر. ينبغي أن يسمع ويطيع. فكل ذلك من أسباب الخروج على الأئمة، وكان ذلك من أسباب أنه قتل بسبب هذه الفتنة. صح. أي فتنة؟ فتنة الحسين. الخروج، بلي فتنة الخروج، ويزيد إمام من الأئمة. والغريب أنه عندما تصل إلى الحسين صارت فتنة وخروج على إمام الزمان، أما عندما نصل إلى علي الذي هو الخليفة الرابع لا أقل باعتقادكم، ولكن الخروج عليه يكون اجتهد فأخطأ. هذا هو المنطق الذي تريدون أن تبشروا الإسلام وتبلغوا الإسلام به؟ يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هذا مورد آخر أعزائي، ومن الموارد، وهذا أيضا من أخطر الموارد، التفتوا جيدا، ومن الموارد ما ورد في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. طبعا في هذه الليلة إن شاء الله وقت أكثر نعطي للمشاهد، لأنه نريد أن نستمع إلى مداخلات هذا البرنامج إن شاء الله.
لعله 20 دقيقة باقي للبرنامج، أنا بودي أنه تفتح المداخلة. عندنا وقت. طيب. طيب. ومن الكتب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن باز، الجزء السابع، دار أصداء المجتمع. ذكرنا هذا الكتاب مرارا وتكرارا. التفتوا ماذا يقول في الجزء السابع في صفحة 119. يقول: وأوضح فضيلته وأكد سماحته كذا، إلى أن يقول: وأوضح سماحته متى يجوز الخروج على الحاكم والتي ضبطها الشرع الكريم بوجود الرعية من الحكام كفرا بواحا عندهم. إذا صدر من الحاكم كفر عند ذلك يجوز الخروج عليه. أي حاكم مجنون يصرح بالكفر حتى يخرج عليه؟ أساسا يظهر الإسلام وعمله عمل ماذا؟ عمل المنافقين والكفار والفاسقين والظالمين. من الله فيه برهان مع القدرة والاستطاعة على التغيير. التفتوا: فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس لهم الخروج أيضا، حتى لو كان البلد كافرا، حتى لو كان الحاكم وحاكما ماذا؟ نعم. كافرا يفعل. أصلا صار عميلا في المخابرات الأجنبية. نعم. والآن عندنا بعض الحكام وأنتم تعرفون، لا أريد أن أذكر الأسماء أعزائي، ثبت بعد ذلك أنهم أعضاء ماذا؟ في المخابرات الدولية. نعم. ثبت بعد ذلك أنهم أعضاء في مؤسسات وهيئات وجمعيات أساسا هي عدوة ومن أعداء ماذا؟ الإسلام. هذه الأمة. هذه الأمة بتاريخها، بتراثها، بحضارتها، بثرواتها، بإمكاناتها، بمواقع الاستراتيجية، أعداء لهؤلاء. ها؟ الله والله. أحسنتم. الله والله لا يجوز الخروج عليه. التفتوا: فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا. هنيئا هنيئا للحكام أن يوجد أمثال ابن باز وأمثال هؤلاء الأعلام الذين يغطون لهم ماذا؟ نعم. يعني يعطون لهم الشرعية. اكفروا بعد على راحتي، يعني افعلوا ما تشاءون. فنحن أن الأمة إذا أرادت أن تخرج عليكم، نحن لسان حال هؤلاء، نحن المؤسسات الدينية، يعني لسان حال ابن باز وهذه الطبقة وآل الشيخ و يقول: نحن المؤسسة الدينية سندافع عنكم، لا تخشون أحدا، فقط أنتم ادفعوا حقنا سندافع عنكم. لا تكونوا تخافوا شيعة. أحسنتم. لا تكونوا شيعة. ادفعوا، التفتوا جيدا. لا ما يفرق دكتور، أنا كلامي عام دكتور، رجاء. نعم. كلامي عام واقع عن القضية، ليست سنية شيعية وإنما لا أبدا على الشيعة دكتور. فقط. اسمحوا لي رجاء. القضية أعم من ذلك. الأعم أنا أتكلم بشكل عام، حتى أقولها بشكل واضح وصريح ما دام أخي الدكتور أشار إليها. حتى لو وجدنا في دولة شيعية كالعراق الآن، الدولة شيعية، إذا رأينا أن المؤسسة الدينية بدأت تغطي، وبحمد الله ليس كذلك، ولكن بدأت تغطي وتعطي الشرعية للسلطة أمام ظلمها وجورها وسرقاتها واستئثارها ونحو ذلك، هذا هو النهج الأموي، لا فرق في ذلك. ولكن بحمد الله تعالى، كما تعلمون، بحمد الله تعالى صدرت بعض البيانات المتأخرة من المؤسسة الدينية، وإن كانت متأخرة، ولكنه صدرت وحذرت الحكومة، وهذا ما حذرناها قبل ذلك، وقلنا قبل 3 أسابيع وقبل ذلك، وسنقول الآن وسنؤكد أن الأمة تصبر ثم تصبر، وخصوصا الشعب العراقي المظلوم، وخصوصا الشعب العراقي الصابر، وخصوصا الشعب العراقي الممتعن الذي خرج من كل تلك الويلات من الحروب والآن يعيش 7 سنوات هذا وضعه من حيث. وأنا أتصور أن القضية ليست فقط قضية خدمات، واقعا القضية ليست خدمات، نعم الخدمات مؤثرة، القضية قضية الفساد المالي، القضية قضية الرشاوة، القضية قضية الاستئثار بالمال العام. الناس إنما يتألمون لهذه الظاهرة، لو كان لا يوجد عندهم مال يقولون لا يوجد، نحن دولة فقيرة لا يوجد، ولكن كلامهم في هذا الفساد. وهنا أيضا أنبه مرة أخرى حكام العراق الجدد وأقول لهم، طبعا أنا عندما أقول حكام العراق يعني أولئك الذين لهم بسط يد يستطيعون أن يفعلوا، ولا مجموعة من العناوين موجودة في العراق ولا أريد أن أسمي الأسماء بأسمائها،
الأشياء بأسمائها ليس لهم دور أساسا في الدستور العراقي، ليس حديثي، حديثي مع أولئك الذين له دور وتأثير. اطمئنوا أنه أساسا ليس، لا يكفي أن نأخذ أمام الفساد الآن ونقف أمام الفاسدين، لا، يجب الرجوع إلى الخلف، أن هذا الفساد المالي والسرقات والاستئثار لا تسقط بتقادم الزمن، لا يتبادر إلى الذهن، لا بد من الرجوع كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حتى لو تزوجت به النساء لابد ماذا؟ من رجوع، من إرجاعه إلى بيت المال، لابد من تشكيل الهيئات، لابد من معرفة الفاسدين، لابد من قطع أيدي السارقين، لأنه يكفي والله الآن تنقلونه من موقع إلى موقع آخر. ولذا القضية واقعا ليست سنية شيعية أبدا، أنا دا أتكلم بشكل عام، دا أتكلم عن منهج، دا أتكلم عن منطق، دا أتكلم عن سيرة، دا أتكلم عن 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 الطريقة في إدارة الحياة. انظروا ماذا يقول، يقول: فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا، إلى آخره. إذن هذا علم آخر، يعني ابن باز أكثر. وأخطر ما وجدت واقعا، وأختم به، أحاول أن أختم به حديثي وبعد ذلك أستمع إلى مداخلات الأعزة، يعني يتهيئون الأعزة، وأختم به بكلمتين لعلم من الأعلام المعاصرين من الوهابية أتباع ابن تيمية والنهج الأموي، وهو العلامة العثيمين. انظروا ماذا يقول العلامة العثيمين في هذا المجال. المورد الأول ما ورد في شرح العقيدة الواسطية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهد الإعداد، فهد بن ناصر إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر أعزائي، والطبعة أتصور معروفة للمشاهد، وهي الطبعة الثانية سنة 1426 من الهجرة، هناك في صفحة 657. انظروا ماذا يقول هذا الإنسان، واقعا الإنسان يخجل، يتصبب عرقا من مثل هذه الجمل اللي تصدر لا من إنسان جاهل، قد كانت تصدر من بعض الجهلة نقول لا قيمة لها، ولكن تصدر من أحد الأعلام والمؤلفين الكبار في النهج الأموي والوهابي. يقول: فأهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، فيرون، التفتوا جيدا، هو عجيب هذه النسبة، أنا واقعا التعليق عليها أتركه لعلماء المسلمين، انظر ماذا ينسب إلى أهل السنة، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله، وحجهم مقبول. الله، أي حج هذا الذي أميره أفسق عباد الله؟ إخوان، هذا الحج يكون حجا أساسا وأميرهم أفسق عباد، هذا كله لماذا؟ لأن الحجاج كان أفسق عباد الله، لأن معاوية كان أفسق عباد الله، لأن عبد الملك بن مروان كان أفسق عباد الله، لأن بني أمية كانوا أرذل عباد الله. إذا لم يؤسسوا لهذا، إذا لابد أن نضع خطا أحمر على كل حكمهم وعلى كل خلافتهم. هذه أدلة أنا أعبر عنها أدلة ما بعد الوقوع، يعني أن الواقع لابد أن ننظر له، كما الآن تجد أن المؤسسات الدينية في بعض البلدان تنظر ماذا؟ للمؤسسة السياسية وللسلطة الحاكمة، حتى تغطي لها، حتى تعطيها الشرعية، حتى تسكت الناس، لأن الأمة الإسلامية واقعا أمة معتقدة بدينها، بعقيدتها، بمبانيها، فعندما تجد المؤسسة الدينية تقول لها هذا شرعي، عند ذلك تصبر. ولكن أرجع للمرة الثالثة أقول بحمد الله أن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة عرفت طريقها بفطرتها السليمة. انظروا ماذا يقول، يقول: فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء، التفتوا إلى العبارات، وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج. عجيب، ساقط المسجد الحرام، يعني عجيب واقعا، لا أقل أمير يذهب إلى مناطق كذا فيشرب الخمر، أما يأتي إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى المكة الشريفة ويشرب الخمر، ومع ذلك ماذا؟ الحج معه. بدل أن يقول هذا الإنسان، أن يقول لابد أن يقام عليه الحد، يقول لا تجب ماذا؟ طاعته، والحج طاعته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تجب طاعته. قال: حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج. لا يقولون هذا، يعني المسلمون لا يقولون، خسئت،
كيف لا يقولون صاروا عبيدا هذا إمام؟ لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لا يقولون بضرس قاطع أن هذا إمام فاجر ولا يقبلون إمامته. وأنتم الآن بحمد الله تعالى تجدون الآن هذه 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 تونس وهذه مصر وهذه ليبيا وهذه وهذه بحرين وهذه وهذه اليمن وهذه وهذه الأردن وهذا العراق كله بحمد الله تعالى عندما يجدون خطأ، عندما يجدون انحرافا، عندما يجدون سرقة، عندما يجدون استئثارا، الحمد لله رب العالمين شعوبنا وعت، شعوبنا نهضت، شعوبنا استيقظت. إن شاء الله هذا الاستيقاظ سيكون دائما ومستمرا حتى تعرف هؤلاء الحكام حدودهم إلى أين يذهبون. قال ولا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى آخره. فهذه الإطاعة فهذا لا ويجب أن يزال عن، لكن الفجور الذي هو دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزول به. أي فجور وأي فسق وأي بيع وأي استهتار كما تجدون هذا لا تزول الولاية به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج، خلافا للرافضة. وهذا من فضل الله علينا، واقعا أن منهجنا ليس هذا هو هذا المنهج. الفضل ما شهدت فيها. وهنا أختم حديثي بما ذكره العلامة العثيمين، وهو من أعجب ما رأيت في هذا المجال، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وبعد ذلك أستمع إلى المداخلات. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، المجلد الثالث، مدار الوطني للنشر. أيضا أشير إلى الطبعة الأعزة يكونون مطلعين على هذه الطبعة. يقول طبع هذه الطبعة مولانا المملكة العربية السعودية، طبعت عام 1425 من الهجرة. انظروا هذا الإنسان في هذا الكتاب وهو المجلد الثالث من شرح رياض الصالحين في الصفحة 659، ماذا يقول هذا الإنسان؟ بودي أن المشاهد الكريم يستمع إليه. يقول اسمع وأطع في أي حال من الأحوال، حتى في الأثرة، حتى لو يستأثر بمال المسلمين. نعم. فتجب ماذا؟ السمع والطاعة. يعني إذا استأثر ولاة الأمر على الشعب، نعم، فعليهم أيضا السمع والطاعة في غير معصية الله. أنا لا أعلم إذا استأثر كيف لا يكون معصية الله، وإذا كان فاسقا. والله غريب يا غريب يا, يا, يا أيها المسلمون، أفهموني هذه العبارة، إذا استأثر هذه معصية أو ليست معصية، كيف لا يكون في غير معصية الله؟ فلو أن، التفتوا الآن، يفصل هذا إجماله وتفصيله، انظر ماذا يقول. فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء، يتصور بعدنا نعيش عصر الإماء هذا الرجل، وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم، جيد، والناس ماذا؟ في رخاء. يقول لا، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع فعليهم السمع والطاعة. يعني حتى لو كان الفقر 40% في الناس يعيشون دون خط الفقر، في القرى والأرياف يعيشون 60% تحت الفقر، الناس يعيشون 50-70-80% مولانا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجب ماذا؟ تجب طاعته ولا يجوز الخروج. هذا هو المنطق الذي تؤسس له المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية. ولذا أنتم وجدتم في الآونة الأخيرة أنه علماء المملكة العربية السعودية، يعني النهج الوهابي، يعني النهج الأموي، يعني أتباع ابن تيمية، نجد أنهم قالوا عن شعب مصر الذي أعطى هؤلاء الشهداء لكرامته وعزته، قالوا هذه فتنة، لا يجوز الخروج، هذه فتنة، لابد أن يطيعوا،
وإلى الآن عن المؤسسة الدينية الرسمية، لأنه بعض العوام من هنا وهناك يتكلمون هنا وهناك في الجماعة أو في أئمة الجماعة وجمعة عندهم. الآن إلى الآن لم تصدر من المؤسسة الرسمية شيء عن أحداث ليبيا، شيء عن أحداث البحرين، شيء عن أحداث اليمن. نعم علماء السنة الحقيقيون هؤلاء نعم. اصطفوا إلى ماذا؟ اصطفوا إلى شعوبهم. طيب. يقول لا 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 بعد إذا دكتور خلي ينتظر الأخ العزيز. فعليهم السمع والطاعة لأننا لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. ذولا فالطبقة أخرى، الناس طبقة والحكام ماذا؟ طبقة أخرى. نعم. فعلينا فنحن علينا السمع والطاعة وعلى الولاة أن نصح لنا وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة وما أشبه ذلك، لا نقول والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. يا ليت فقط لا يجد السكن، لا يجد أي مقوم من مقومات الحياة الكريمة. إذن أعزائي عبارات كثيرة ما أريد أطيل، ألخص كلامي في جملتين وبعد ذلك أستمع إلى المداخلات. أعزائي بهذا البيان انتهينا إلى عدة نتائج خطيرة. النقطة الأولى أنه بحمد الله تعالى أن الأمة بمثقفيها بنخبها بشبابها الواعي الثائر المنتصر بحمد الله هذه الثورات الشعبية عرفت بطلان هذه النظرية، أبطلت هذه النظرية من أساسها بحمد الله تعالى، ولن تقوم إن شاء الله تعالى لها قائمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كثير من علماء المسلمين المعاصرين الآن اصطفوا إلى صف ماذا؟ شعوبهم وأممهم، وأيضا أبطلوا هذه النظرية. الأمر الثالث وهو أخطرها جميعا دكتور، ألخصها في دقيقة أو دقيقتين أعزائي، هذا النهج الذي أشرت إليه لا يستثنى منه أحد. يعني حتى نحن، القضية قضية شرطية كما يقالون، لا أريد أن أقول العراق كذا، حتى لو وجدنا في العراق غدا، لأنه نحن نتكلم عن سلطة تدعي أنها وطنية ليست شيعية سنية وإنما تدعي وطنية، وأنتم تعلمون أن الجميع مشترك فيها من سنة وشيعة وأكراد وقوميات أخرى إلى آخرها، وكبار وصغار ومعممين وغير معممين، الجميع مشترك فيها. لو وجدنا هذه السلطة استأثرت بمال المسلمين بمال للعراقيين وسرقت هذه الأموال ولم تصرفها ولم تقم العدل ولم تهيئ الخدمات، ولم نجد من المؤسسة الدينية ما يقوم اعوجاجها، إذن اعلموا أننا وقعنا في نفس النهج ماذا؟ الأموي. طبعا دا أقول قضية شرطية أعزائي، يعني بحمد الله تعالى الآن صدرت بعض البيانات المتأخرة زمانا في قضية تنبيه النظام السلطة القائمة في العراق، ولكن أعزائي لابد أن يلتفت الناس هنا، العراقيون لابد أن يلتفتوا، لابد أن تكون أعينهم هم واعية وبصيرة وواضحة وأن لا يناموا، يجدوا أن هذه الوعود التي صدرت من السلطة يعملون بها أو أنه سينسونها بعد أن الناس يذهبون إلى بيوتهم. على مؤسسات المجتمع المدني، على علماء الجمعة والجماعة، أئمة الجمعة والجماعة، أن يكونوا اللسان الناطق لحقوق الشعب العراقي، وعلى السلطة أن تلتفت أنه لابد أن ترضي هذا الشعب، وإلا اطمئنوا. وهنا أيضا أقدم لكم توصية أخوان، لأنه كثير من هؤلاء الموجودين في السلطة أعرفهم، لعل بعضهم أصدقائي بعضهم طلابي تلامذتي، ولكنه مع الأسف الشديد عندما صاروا في السلطة نسوا كل تلك المبادئ التي تعلموها ولا أقل بعضها. التفتوا إلى أنفسكم، التفتوا إلى أنفسكم، فإن الذي رأيتموه فيما مضى اطمئنوا بعد ذلك سيكون أقوى منه بمراتب ومراتب. معنا بعض الاتصالات سماحة السيد. نعم الأخ أبو زينب من فنلندا تفضلوا، نعتذر عن الإطالة. أبو زينب تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا. الله لا يخرج هالصوت سيدنا، الله يعلي صوتك بعد أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. الله يحفظك سيدي. سؤالي باختصار إن شاء الله بخصوص الأحداث الجارية حاليا، ما مدى صلتها بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ طيب نعم، هذا ليكون غدا إن شاء الله. نعم طيب
إذن الأحداث والإمام المهدي. جيد، هذا أبينه. طيب إن شاء الله. نعم، معنا الأخ أبو مصطفى من العراق، تفضلوا. الأخ أبو مصطفى تفضلوا. نعم، الأخ أبو مصطفى من العراق. طيب إذا لم يكن موجودا الأخ أبو، طيب الأخ عادل من العراق، تفضلوا. أخ عادل، أخ عادل تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا مرحبا، تفضلوا أخي العزيز، الوقت ضيق جدا لنستمع. تفضلوا. نعم، تفضلوا. أنا أوجه كلامي إلى أتباع نظرية النهج الأموي، أنه هل يعقل أن الإنسان الذي يخرج على السلطان في فترة خروجه يكون ملعونا وخارجا عن الإسلام، وفي فإذا ظفر وتسلم السلطان تحول إلى معصوم واجب الطاعة، هل ممكن للعقل أن يقر ذلك؟ نعم نعم. طيب صار واضح، صار واضح. نعم طيب. نعم، الأخ أبو علي من الجزائر تفضلوا. الأخ أبو علي من الجزائر تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سيدنا، نحن كنا من أتباع مدرسة السنة والجماعة، ثم ولله الحمد والمنة استبصرنا ورأينا الطريق، وذلك الاستبصار وسبب الاستبصار كان من خلال هذه الأحاديث التي ذكرتموها، وخاصة حديث صحيح مسلم، هذا الحديث الذي يخالف أصل الفطرة البشرية. ثم سيدنا عندي سؤال، وهو هل نظرية ولاية الفقيه تصلح لأن تكون بديلا لكل هذه النظريات السياسية المهترئة، وخاصة ذلك للوصول بالمجتمع البشري، لا أقصد فقط المجتمع المسلم ولكن كل المجتمع البشري، ليصل هذا المجتمع البشري إلى السعادة. وبارك الله فيكم الله. سيدنا، بارك الله فيك. وأحسنتم، حياكم الله، شكرا لكم. نعم، الأخ أبو وليد من تونس تفضلوا. أبو وليد، أبو وليد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا. نعم والله بدي أكلم الشيخ. نعم، وجه السؤال، ليش ديما نخوض في تاريخ الماضي؟ ليش ما نخوضوش في الحاضر؟ نعم، يعني اذا لم يترتب على الماضي شيء. خلي طيب كمل. طيب كمل. طيب نعم، بلي سمعت اخي العزيز. ونصلحوا معناتها، ونصلحوا رواحنا معناتها، نصلحوا الحكام، وكانه اذا حدث على الحياه ما فيهاش في فساد، وهي بالعكس معناتها من مده يومين فقط. يعني سمعنا انه يعني اخي الكريم، نعم الكلام سريع نوعا ما، كلامكم سريع، لو تلخصون المطلب بايجاز. بلا مؤاخذه، نعم سامحني، انا بدي بقول له ليش معناتها من خذوش في 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 قضيه العشريه، معناتها هي يعني الواقع المعاصر. طيب فهمنا السؤال. طيب طيب صار واضح الاخ الكريم. اذا نعم، معنا من الكويت الاخ ابراهيم تفضلوا. اخ ابراهيم تفضل. عليكم. عليكم السلام، ورحمه الله. نعم، تعقيبا الكلام السيد الحيدري في قول الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. نعم، أقول للمسلمين كلهم، يعني اللي يبعث منه ولي أمر، في صحيح البخاري في باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. طيب، هذا الحديث يثبت أن الرسول الله هو الحق اللي يفرض من هو الأمير أو الخليفة على الأرض. نعم، واضح. نعم، فإلى كل المسلمين مجرد يرون صحيح البخاري راح يكون في أحاديث عجيبة وغريبة يبين. نعم، رسول الله من هو الأمير، هو الرسول اللي يحيين الأمير، أو الله اللي يحيين الأمير، ليس الناس. إلا أحسن. في زمن عصمة الآن، زمن الغيبة في إمام الحجة عليه السلام. واضح. ممكن أن الناس تختار الخليفة الصحيح الشرعي الدين الملتزم الفقيه العادل ويحطونه. وشكرا لكم. حياكم الله، شكرا لكم. شكرا لكم. الأخ خالد من السعودية، أخ خالد تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضيلة الشيخ كمال. نعم. إن علماء الوحدية يقولون اسمع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. نعم، هذا حديث صحيح ذكره، ذكر مصدره. نعم نعم نعم. وأنا أقول يا شيخ كمال، لو أن علماء الوهابية أجبروا من كان خارج بلادهم على تطبيق هذه النصوص، لكان من حقك يا شيخ كمال الاعتراض. أيضا يا شيخ كمال، ما أدري هل مخالفتك لهذه النصوص هي حرصا على أهل الجزيرة العربية، أم
نعم خوفا طيب وضح عليهم وضح السؤال وضح لأنهم السؤال. وقعا طيب رضوا بحكامهم وحكامهم رضوا بهم نعم تحبهم يا شيخ لكنهم تجاوزوا اخي الكريم خالد لا ما تكلمت يعني عن حكام الجزيرة تجاوزوا الحدود أجاوب ان شاء الله اجيبه يعني ذكروا مصر وذكروا غير ذلك الغريب انا ما تكلمت عن الجزيرة انا قلت فقط علماء المملكة العربية عن مؤسسة دينية وقرأت عباراتهم انا ما قلت من عندي فرشة يعني نعم نعم علي الاحوال بلي الاخ عامر من العراق تفضلوا اخ عامر تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلوا والسلام على السيد العملاق كمال الحيدري عليكم السلام عليكم السلام أنا أقولها وبكل صراحة نحن أبناء الشهيد الصغر الثاني الذي يقول من المفروض أن يكون الشعب والدولة معا ضد الاستعمار لا أبناء عبد العزيز آل سعود في السعودية الذي يقول على الإنسان إذا شكر الله يجب عليه أن يشكر الناس ولذلك يجب علينا أن نشكر بريطانيا التي خدمتنا وبالتالي هم حلفاء منذ زمن بعيد يقول الإمام الحفتاني القرآن نزل في مكة وقرأه أهل العراق أنا أسألهم مكة بلاد الحرمين كيف تقيمون بها قواعد أمريكية إذا كان عندكم شرف وقتلتوا أبناء البحرين فالشرف أو قرأون أو لا بالمعروف طيب لا هذا يجيبك عليه يقول بأنه أنتم همتين أيضا حكام العراق الجدد الآن أيضا في بلادكم يوجد قواعد أمريكية وعددها 50,000 ولم تتكلموا شيء لا أخي العزيز القضية مو هذه القضية أعمق من هذه وإلا لماذا تبنون في بلاد الحرمين خب لماذا أيضا الاتفاقات الأمنية في العراق بهذه الطريقة البائسة التي تعلمون طيب على اعتبار يعني وجد قبل لا الآن بحث لا 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 البحث لا أبدا أبدا لا لا أبدا طيب. لم يوجد قبل الحكام دكتور ورجائي أنه طيب. هذه التوجيهات بلا طيب. وجه طيب نبدأ بالأسئلة سماحة السيد نعم الأخ أبو زينب علاقة هذه الأحداث بالإمام المهدي عجل الله الجواب أخي العزيز بيني وبين الله أنا من أولئك الذين أقولها بشكل واضح وصريح لا يحق لأحد أن يوقت لا الظهور ولا عدم الظهور يعني لا يحق لنا إذا رأينا شيئا نقول هذه من علامات الظهور أو إذا رأينا شيئا آخر نقول هذه ليس من علامات الظهور أبدا في اعتقادي أنه هذه القضايا لابد أن تدرس في نفسها مجزات ومنفصلة عن قضايا الظهور ولا نحاول أن نوجد حالة عاطفية عند الناس أنه نعيش عصر الظهور نعيش زمان الظهور نعيش ساعات الظهور لا هذا الكلام لا أساس له أخي العزيز من الناحية العلمية والمنهجية وأن لست معتقدا بذلك نعم إذن الأخ أبو علي يقول هذه الأحاديث تخالف الفطرة وهو كذلك واقعا أنه طبعا قبل أنه نحن نعلم أن القرآن الكريم أن الدين الإسلامي دين الفطرة فطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم واقعا الناس عرفوا بفطرتهم من غير أن يقرأوا هؤلاء الملايين الذين جاءوا في هذه البلاد العربية والإسلامية وخرجوا هؤلاء بمقتضى فطرة وجدوا أن الحاكم إذا كان ظالما إذا كان فاسقا فاجرا سارقا مستأثرا لأموال هذا لابد أن يسقط لابد أن تقطع يده ولابد أن يحاكم ولهذا أنتم تجدون واقعا الآن ولا يقال بأنه هذا الرجل حكم 20 عام ذاك الرجل حكم أبدا لابد أن يحاكم ولذا تجدون الآن في مصر وغير مصر يطالبون بمحاكمة ماذا هؤلاء الرؤساء لأن السرقات لأن الاستئثار لأن الفجور لأن الاتفاق مع الآخر مع أعداء الدين مع أعداء الإسلام مع أعداء الأمة هذا لا يسقط به تقادم الزمن يعني سمح سيد عذرا فقط يعني رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها فكيف سوغوا للحاكم ولم يسووا هذا طيب الأخ عادل يقول الذي يخرج على السلطة يكون من الجاهلية أما الحاكم الظالم واجب الطاعة كيف هذا الجواب واقعا هذه مفارقة لابد أن يجيب عليها أصحابه هذا النهج الأموي أتباع ابن معاوية وابن تيمية وغيره وهو أنه إذا خرج على السلطان التفتوا وهذا ما صرحوا به والآن ما عندي وقت إذا خرج على السلطان الجائر ومات ميتة جاهلية ولكنه إذا استولى على السلطة يصرحون حتى لو استولى على السلطة بالسلاح فيكون وليا من ولاة الأمر يعني قبل أن يصل إلى السلطة فيموت ميتة جاهلية بعد أن يصل إلى السلطة
يستجب طاعته ومن يخرج عليه يموت ميتة جاهلية. هذا هو التناقض الذي يعيش به أصحاب هذا النهج. واقعا مداخلتك مداخلة قيمة، وهو أنه بمجرد أن يخرج ويخلع يد الطاعة عن الإمام الجائر إذا مات مات ميتة جاهلية، أما إذا وصل إلى السلطة بقوة السلاح والانقلاب والخيانات عند ذلك يكون ماذا؟ هو ولي الأمر وتجب طاعته طاعة رسول الله. طيب الأخ أبو وليد من تونس يقول لماذا التركيز على الماضي؟ الجواب أنا ما ركزت أخي الأخ، أنا أردت أن أقول أن هذا النهج بدأ من زمن معاوية والآن آثاره موجودة عندكم في تونس. أنا تكلمت عن تونس، تكلمت عن مصر، تكلمت عن ليبيا، عن البحرين، عن اليمن، عن العراق، عن كلها، ووجدتم أني لعلي تكلمت عن العراق أكثر مما تكلمت به عن البلدان الأخرى، حتى لا يقول لي قائل سيدنا لماذا تتعامل بمنطقين عندما مع الدول السنية تقول بشيء ومع العراق تقول لا 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 أبدا. أنا قلت هذا نهج أينما وجد أعطيت الضابط بأيدي الناس. أيها الناس أينما وجدتم استئثارا وسرقة وظلما وانحرافا وضلالا وفجورا وفسوقا على المستوى العام، ووجدتم أن المؤسسة الدينية لا تقوم بمسؤولياتها، اعلموا أنكم بدأتم تقعون في النهج الأموي. الأخ إبراهيم من الكويت يقول هو أمير رسول الله؟ لا أي أمير، وهو صحيح كذلك. وقع عن الروايات الواردة ليست من يطع الأمير فقد أطاع الله، ومن يطع ومن يعص الأمير، من أطاع أميري يعني الأمير الذي نصبته أنا فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. هذا كلام سليم جدا. نعم. الأخ خالد يقول لماذا تذكرون الجزيرة؟ نحن راضون بحكمها. الجواب بيني وبين الله، أنا لم أتكلم عن الجزيرة، أنا تكلمت عن علماء الوهابية، وأنا ما دعوت لا إلى الخروج. الآن في كل حديثي لعله صار الآن ساعة ونصف أتكلم للمشاهدين الأعزاء الكرام وللمستمعين اللي يسمعوني، أنا ما تكلمت ولا دعوت الناس، أنا دا أقرر واقع معين، أقول أيها الناس أن المسلمين، أن الأحرار، أصلا عنوان أعم لأنكم تعلمون أنه في البلاد الإسلامية هناك الملايين من غير المسلمين يعيشون، الآن هذه مصر فيها الملايين من غير المسلمين، ولكن شاركوا إخوانهم المسلمين في الوقوف أمام الظالم الفاسق الفاجر. أعزائي هذه قضية إنسانية، قضية فطرية، نعم قد يطول بها الزمن ولكنه إذا انفجرت لا يمكن الوقوف أمامها بأي شكل من الأشكال. أخيرا الأخ عامر من العراق يقول يشكرون من ينصبه حتى وإن كان بريطانيا. الجواب هذا بحث آخر. طيب. إذا انتهت التساؤلات أنا أريد أقرأ فقط آية واحدة في القرآن الكريم. نعم. وهي ما وردت في سورة المائدة الآية 51 والآية 52 من سورة المائدة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ماذا تقولون الآن في كثير من هؤلاء الحكام؟ اتخذوهم أولياء أو لم يتخذوهم؟ بناء على منطق ابن تيمية ومنطق معاوية ونهج الوهابية أنه يجوز الخروج من اتخذ اليهود والنصارى أولياء أو لا يجوز؟ لأنهم مسلمين. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا منطق عام أعزائي، من اتخذ اليهود والنصارى، طبعا المراد مو عنوان اليهودي أو عنوان النصارى، لا يعني وإنما مراد أنه صار تحت رايتهم. هسه لماذا؟ انظروا المنطق الذي يقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا يذهبون في الأحلاف والاتفاقيات وغيرها؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وإن شاء الله هذه الشعوب الإسلامية والأمة إن شاء الله يأتي الفتح من عندها، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أحسنتم. نعم. طيب إذن
إذا نعم إذا لديكم كلمة أخيرة سمح سيد توجد لنا دقيقة تقريبا. أحسنتم. طيب. في الواقع كلمتي الأخيرة هذه وهي أنه بحمد الله تعالى، طبعا أنا كان في برنامجي أن أقرأ للأعزاء الكرام للمشاهدين الكرام أقرأ النهج العلوي النهج النبوي الذي هو منسجم مع القرآن، ماذا يقول علي أمير المؤمنين في هذا المجال، ماذا يقول في هذا المجال، عند ذلك ستجد أنه الفارق 180 درجة بين نعم. الاتجاه الذي قررناه وهو نهج بني أمية والاتجاه الذي يؤمن به علي تبعا لأنه ربيب القرآن لأنه نفس رسول الله نعم. بمقتضى آية المباهاة. شكرا لكم سمحت آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.